بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 59. العلجوم والسرطان. يحكى أن علجوما عشش في أجمة كثيرة السمك. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. علجوما اسم أن، عشش فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. في أجمة متعلقا بالفعل عشش، كثيرة نعت وهو مضاف، السمك مضاف إليه. فكان يقتات بما فيها من السمك. الفاء حرف عطف، كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رافع. يقتات فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. بحرف الجر، ما اسم مفصول في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بالفعل يقتات. فيها متعلقا بمحذوف صلة، من السمك متعلقا بمحذوف صلة أيضا. فعاش بها ما عاش، ثم هرم فلم يستطع صيدا. الفاء حرف عطف، عاش فعل وفاعل، بها متعلقا بالفعل عاش، ما مصدرية ظرفية. التقدير، فعاش بها مدة معيشته فيها. عاش فعل وفاعل، ثم حرف عطف، هرم فعل وفاعل، الفاء حرف عطف، لم حرف جزم ونف وقلب. يستطيع فعل مضارع مجزوم بلم، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. صيدا مفعول به، فأصابه جوع وهزال شديد. الفاء حرف عطف، أصاب فعل هو مفعول به، جوع فاعل. الواو حرف عطف، هزال معطوف على جوع، شديد نعت. فجلس يوما حزينا يلتمس الحيلة في أمره. الفاء حرف عطف، جلس فعل وفاعل، يوما ظرف زمان، حزينا حال أول، يلتمس فعل وفاعل، والجملة الفعلية حالية. الحيلة مفعول به، في أمر متعلق بالفعل يلتمس، وأمر مضاف هي مضاف إليه. فمر به سرطان، فرأى حالته ودنا منه وقال له، ما لي أراك أيها الطائر هكذا حزينا كئيبا. الفاء حرف عطف، مر فعل ماض، به متعلقا بمر، سرطان فاعل. الفاء حرف عطف، رأى فعل وفاعل، هالة مفعول به وهو مضاف هو مضاف إليه. الواو حرف عطف، دنا فعل وفاعل، منه متعلقا بدنا. الواو حرف عطف، قال فعل وفاعل، له متعلقا بقال. ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. لي شبه الجملة في محل رفع خبر مبتدأ. أرى فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر سار. ك مفعول به، أي منادى. ه للتنبيه، الطائر بدل. التقدير، يا أيها الطائر. ه للتنبيه، ك حرف بمعنى مثل، مبني على الفتح في محل نصب حال وهو مضاف. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. حزينا حال أول، كئيبا حال ثان. قال العلجوم، وكيف لا أحزن وقد كنت أعيش من صيد ما ها هنا من السمك. الواو حرف عطف، كيف حال، لا حرف نفي، أحزن فعل وفاعل، الواو واو الحال، قد حرف التحقيق، كنت فعل ماض ناقص، والتاء تاء الفاعل، ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. أعيش فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. من صيد متعلقا بأعيش، وصيد مضاف، ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه. ها للتنبيه، هنا ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة، من السمك متعلقا بمحذوف صلة أيضا. وإني رأيت اليوم صيادين قد مر بهذا المكان. الواو حرف عطف، إن حرف مشبه بالفعل، والياء اسم إن، رأيت فعل والتاء فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. اليوم ظرف زمان، صيادين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. قد حرف تحقيق، مر
فعل والألف فاعل والجملة الفعلية في محل نصب نعت لصيادين بهذا متعلقا بمرة المكان بدل فقال أحدهما لصاحبه إن هاهنا سمكا كثيرا أفلا نسيده أولا الفاء حرف عطف قال فعل ماض أصله قوالة أحد فاعل وهو مضاف هما مضاف إليه لصاحب متعلقا بقال وصاحب مضاف هي مضاف إليه إن حرف مشبه بالفعل ها للتنبيه هنا ظرف مكان متعلقا بمحذوف خبر إن سمك اسم إن كثيرا نعت الهمزة حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الفاء حرف عطف لا حرف نفي نصيد فعل وفاعل هو مفعول به أولا ظرف زمان فقال الآخر إني قد رأيت في مكان كذا سمكا أكثر من هذا السمك فلنبدأ بذلك فإذا فرغنا منه جئنا إلى هنا فصدنا ما فيه من السمك الفاء حرف عطف قال فعل الآخر فاعل إن حرف مشبه بالفعل والياء في محل نصب اسم إن قد حرف التحقيق رأيت فعل والتاء فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن في مكان متعلق برأيت ومكان مضاف كذا مضاف إليه سمكا مفعول به أكثر نعت من هذا متعلقا بأكثر السمك بدل الفاء حرف عطف واللام لام الأمر حرف جزم لا محل له من الإعراب نبدأ فعل مضارع مجزوم وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن بذلك متعلقا بنبدأ الفاء حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل جئنا فرغنا فعل فاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه منه متعلق بفرغنا جئنا فعل فاعل إلى هنا متعلقا بجئنا الفاء حرف عطف سدنا فعل فاعل ما اسم مفصول في محل نصب مفعول به فيه متعلقا بمحذوف صلة من السمك متعلقا بمحذوف صلة أيضا وقد علمت أنهما إذا فرغ من صيد ما هنالك من السمك جاء إلى هنا فاصطاد ما فيها من السمك الواو حرف عطف قد حرف التحقيق علمت فعل والتاء فاعل أن حرف مشبه بالفعل هما اسم أن إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل جاء فرغ فعل والألف فاعل من صيد متعلق بفرغ وصيد مضاف ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه هنا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب مفعول فيه متعلق بمحذوف صلة واللام لام البعد والكاف كاف الخطاب من السمك متعلقا بمحذوف صلة جاء فعل والألف فاعل إلى هنا متعلقا بجاء الفاء حرف عطف استاد فعل والألف فاعل ما اسم مفصول في محل نصب مفعول به فيها متعلقا بمحذوف صلة من السمك متعلقا بمحذوف صلة معذرة إذا وما دخلت عليه في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به للفعل علمت فإذا كان ذلك فهو هلاكي ونفاد مدتي الفاء حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق ب فهو هلاكي كان فعل ماض تام ذلك فاعل الفاء رابطة هو مبتدأ هلاك خبر المبتدأ وهو مضاف وياء المتكلم مضاف إليه الواو حرف عطف نفاد مدة معطوف على هلاك ونفاد مضاف مدة مضاف إليه ومدة مضاف وياء المتكلم مضاف إليه فلما سمع السرطان ذلك منه انطلق إلى جماعة السمك فأخبرهن بذلك الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل انطلق سمع فعل السرطان فاعل ذلك مفعول به منه متعلق بسمع انطلق فعل وفاعل إلى جماعة متعلق بالفعل انطلق وجماعة مضاف السمك مضاف إليه الفاء حرف عطف أخبر فعل وفاعل هن مفعول به بذلك متعلق بأخبر أو بحرف جر زائد ذلك اسم إشارة منصوب محلا على أنه مفعول به ثان فأقبلنا على العلجوم واستشرنه في أمرهن الفاء حرف عطف أقبلنا فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة
والنون نون النسوة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل على العلجوم متعلقا بأقبلنا، الواو حرف عطف، استشرنا فعل فاعل هو مفعول به في أمر متعلقا بالفعل استشرنا، وأمر مضاف هن مضاف إليه. فقال العلجوم: أما مكابرة الصيادين فلا طاقة لي بها. الفاء حرف عطف، قال فعل العلجوم فاعل، أما حرف شرط مكابرة مبتدا وهو مضاف، الصيادين مضاف إليه. الفاء حرف واقع في جواب الشرط، لا حرف لنفي الجنس، طاقة اسم لا وخبر لا محذوف، تقديره موجود لي متعلقا بخبر لا المحذوف أي موجود، بها متعلقا أيضا بخبر لا محذوف أي موجود، ولا مع اسمها وخبرها في محل رفع خبر المبتدأ. ولا أعلم حيلة إلا الذهاب إلى غدير قريب من هنا فيه سمك كثير ومياه وقصب. الواو حرف عطف، لا حرف نفي، أعلم فعل وفاعل، حيلة مفعول به، إلا حرف استثناء، الذهاب مستثنى، إلى غدير متعلق بالذهاب، قريب نعت أول من هنا متعلقا بقريب، فيه شبه جملة في محل رفع خبر مقدم، سمك مبتدأ مؤخر، كثير نعت، والجملة الإسمية في محل جر نعت ثان لغدير. الواو حرف عطف، مياه معطوف على سمك، الواو حرف عطف، قصب معطوف على مياه. فإن استطعتن الانتقال إليه كان فيه سعادتكن. الفاء حرف عطف، إن حرف شرط، استطعتن فعل وفاعل وهو فعل الشرط، الانتقال مفعول به، إليه متعلقا بانتقال، كان فعل ماضي ناقص وهو جواب الشرط، فيه متعلقا بمحذوف خبر كان، سعادة اسم كان وهو مضاف، كنا مضاف إليه، فقلنا له إننا لا نستطيع ذلك إلا بمعونة منك فنرجوك أن تحملنا إلى ذلك الغدير. الفاء حرف عطف، قلنا فعل فاعل له متعلقا بقلنا، إن حرف مشبه بالفعل، نا اسم إن، لا حرف نفي، نستطيع فعل فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن، ذلك مفعول به، إلا حرف استثناء ملغا بمعونة متعلقا بنستطيع، منك متعلقا بمعونة. الفاء حرف عطف، نرجو فعل فاعل، ك مفعول به أول، أن حرف نصب، تحمل فعل مضارع منصوب بأن، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. ن مفعول به، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثان، إلى ذلك متعلقا بتحمل الغدير نعت. فأجاب العلجوم إلى طلبهن وجعل يحمل كل يوم سمكتين حتى ينتحي بهما إلى تل فيأكلهما. الفاء حرف عطف، أجاب فعل العلجوم فاعل، إلى طلبهن متعلقا بأجاب، وطلب مضاف هن مضاف إليه. الواو حرف عطف، جعل فعل ماض من أفعال الشرع يعمل عمل كان، واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع، يحمل فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر جعل، كل ظرف زمان وهو مضاف، يوم مضاف إليه. سمكتين مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، حتى حرف جر ونصب، ينتهي فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بالفعل يحمل، بهما متعلق بينتهي، إلى تل متعلق بينتهي. فحرف عطف، يأكل فعل وفاعل هما مفعول به. فلما جاء العلجوم ذات يوم لأخذ السمكتين على عادته أقبل عليه السرطان، فقال له إني أيضا أريد أن أذهب إلى ذلك الغدير فأرجوك أن تحملني إليه. الفاء حرف عطف، لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بالفعل أقبل، جاء فعل العلجوم فاعل، والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه، ذات ظرف زمان وهو مضاف، يوم مضاف إليه، لأخذ متعلقا بجاء، وأخذ مضاف، السمكتين مضاف إليه، على عادة متعلقا بأخذ،
وعادتي مضاف هي مضاف إليه أقبل فعل ماض عليه متعلقا بأقبل السرطان فاعل الفاء حرف عطف قال فعل مفاعل له متعلقا بقال إن حرف مشبه بالفعل والياء اسم إن أيضا مفعول مطلق لفعل معزوف أريد فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رافع خبر إن أن حرف نصب أذهب فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به للفعل أريد إلى ذلك متعلقا بأذهب الغدير نعت الفاء حرف عطف أرجو فعل وفاعل كمفعول به أن حرف نصب تحمل فعل مضارع منصوب بأن وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت والنون للوقاية التي تقي الفعل من الكسرة والياء في محل نصب مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به ثاني إليه متعلقا بتحمل فقال له حبا وكرامة الفاء حرف عطف قال فعل وفاعل له متعلقا بقال حبا مفعول مطلق لفعل محذوف الواو حرف عطف كرامة مفعول مطلق لفعل محذوف والتقدير أحببتك حبا وأكرمك كرامة والله أعلم واحتمله وطار به حتى إذا دنا من التل الذي كان يأكل السمك فيه نظر السرطان فرأى عظام السمك مجموعة هناك الواو حرف عطف احتمل فعل وفاعل هما فعل به الواو حرف عطف طار فعل وفاعل به متعلق بطار حتى حرف عطف إذا اسم شرط مضاف وهو متعلق بالفعل نظر دنا فعل وفاعل من التل متعلق بدنا والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه الذي اسم مفصول في محل جر نعت للتل كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رافع يأكل فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان السمك مفعول به فيه متعلقا بيأكل نظر فعل ماض السرطان فاعل الفاء حرف عطف رأى فعل وفاعل عظام مفعول به وهو مضاف السمك مضاف إليه مجموعة حال هناك اسم إشارة في محل نصب مفعول فيه متعلق بالفعل رأى فعلم أن العلجوم هو صاحبها وأنه يريد به مثل ذلك الفاء حرف عطف علم فعل وفاعل أدنى حرف مشبه بالفعل العلجوم اسم أن هو مبتدأ صاحب خبر وهو مضاف ها مضاف إليه والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل رفع خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به الواو حرف عطف أن حرف مشبه بالفعل هو اسم أن يريد فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر أن به متعلقا بيريد مثل مفعول به وهو مضاف ذلك مضاف إليه فأخذ يدبر الحيل للخلاص عن العلجوم وإهلاكه حتى تمكن من عنقه فعصرها بكلبتيه فمات الفاء حرف عطف أخذ فعل ماض من أفعال الشراع يعمل عمل كان واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع يدبر فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر أخذ الحيل مفعول به للخلاص متعلقا بالفعل يدبر عن العلجوم متعلقا بخلاص الواو حرف عطف إهلاكه معطوف على خلاص وإهلاك مضاف هي مضاف إليه حتى حرف عطف للغاية تمكن فعل وفاعل من عنق متعلقا بالفعل تمكن وعنق مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف عصر فعل وفاعل ها مفعول به بكلبتي متعلقا بعصر وكلبتي مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف مات فعل وفاعل ثم رجع إلى الأجمة التي كان يعيش فيها فأخبر جماعة السمك بالقصة ثم حرف عطف رجع فعل وفاعل إلى الأجمة متعلقا برجع التي في محل جر نعت للأجمة كان فعل ماض ناقص واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رافع يعيش فعل وفاعل وجملة الفعلية في محل نصب خبر كان فيها متعلقا بيعيش الفاء حرف عطف أخبر فعل وفاعل جماعة مفعول به وهو مضاف السمك مضاف إليه بالقصة متعلقا بأخبر أو تقول بحرف جر زائد القصة مجرور لفظا
منصوب محلا على أنه مفعول به ثان للفعل أخبر. والله أعلم بالصواب.